أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا ومن المؤكد ودائما فكرة التواصل هي فكرة مهمة جدا لسماع آراء المواطن المصري، وهذا البرنامج كما قلنا هو قناة للتواصل معكم لسماع آرائكم في جميع القضايا المهمة. وقضية اليوم التي سنطرحها أحد أهم القضايا التي تؤرق الشارع المصري، فما دائما وما زال مشكلة العشوائيات دائما كانت مشكلة تؤرق الحكومة وربما أيضا الشارع المصري، ومن أكثر القضايا الملحة التي تؤرق الدولة طبعا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية، وبتهدد أمن واستقرار المجتمع على جميع الأصعدة. معالجة هذه المشكلة أصبحت يعني مطلبا عاجلا يتطلب توافر مجهود جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لإيجاد حل فعال وسريع. ورغم مرور الكثير والكثير من السنوات كانت هذه المشكلة دائما على رأس أولويات جميع الحكومات، ولكن لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، ولم يكن هناك جدية في حل هذه المشكلة، أو ربما لم تكن الآليات بشكل أكثر فاعلية. تتبين التقديرات بشأن أعداد العشوائيات في مصر، بتتأرجح ما بين مصدر وآخر، لكن التفاوت ده أكيد بيرجع لعدم وجود طريقة سليمة للحصر، وأيضا اختلاف مفهوم كلمة عشوائيات ما بين جهات مختلفة لشرح معنى هذه الكلمة وتحديد ما هي المناطق العشوائية، ما هي المناطق غير العشوائية، والمفهوم نفسه لم يعني يكن واضح بالنسبة ربما حتى للحكومة وجهات كثيرة تتعامل معه. الحكومة كما قلنا بتعكف على منذ زمن طويل على وضع حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه المشكلة، وده هيكون حلقة النهاردة موضوع مهم، نتمنى منكم المشاركة. وسؤالنا كيف ترى دور الدولة وحلولها لحل مشكلة العشوائيات. تقرير سريع يلقي الضوء على موضوع الحلقة، ونبدأ معكم التواصل لنرى ماذا ستقولون في هذه المشكلة. استحداث وزارة جديدة في التشكيل الأخير للحكومة تختص بالتطوير الحضاري والعشوائيات لم يكن من فراغ. ظاهرة العشوائيات التي تسربت لكافة محافظات مصر جعلت على الدولة مسؤولية كبيرة لمواجهتها. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يجدد بين الحين والآخر إصرار الدولة على اقتحام كافة الملفات والتحديات للعمل على حلها، مؤكدا حرص الدولة على القضاء على ظاهرة العشوائيات ومتابعة كل ما يتم في هذا الملف على أرض الواقع. محلب ذاك الرجل الذي تجده بين الحين والآخر يقوم بجولات تفقدية في كافة شوارع ومناطق الجمهورية، تفقد مؤخرا منطقة العسال بشبرا، وأشار إلى تخصيص الدولة 500 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لتطوير المناطق العشوائية. أما الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضاري فصرحت من جهتها بأنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير 13 منطقة عشوائية بالجيزة في ديسمبر المقبل، كما أوضح محافظ الجيزة علي عبد الرحمن خلال اللقاء الذي جمعهما أن هذه المناطق تقع بأحياء شمال الجيزة والوراق وبلاق الدكرور والعجوزة والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة. وقد تمت مناقشة رؤية وخطط الوزارة في مجال تطوير العشوائيات عن طريق إقامة أسواق حضارية ورفع مستوى سكان هذه المناطق وتطوير البنية الأساسية من إنارة ورصف شوارع وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي. جهود كبيرة تبذلها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تسعى جميعها لتوفير البيئة الصحية والخدمات التي تليق بالمواطن المصري.
كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام، ده كان تقرير سريع بيوضح موضوع حلقة النهاردة اللي بنتكلم فيه عن العشوائيات، وفكرة ما هي فكرة العشوائيات. هل هي المدن المحاطة بمناطق فقيرة السكان، أم البناء العشوائي فكرة ربما تتسع معنا في موضوع هذا الحلقة؟ نتمنى منكم التواصل دائما معنا، وكما قلنا لكم التواصل مفتوح دائما على الفيسبوك وتويتر همزة وصل إي جي. وأذهب لزميلتي إيمان الشيخ للاطلاع على آخر تعليقاتكم على الفيسبوك وتويتر. إليك إيمان. نعم حسام، بالفعل كما تعودنا من مشاهدينا دائما ويوميا الكثير من التعليقات والآراء والمشاركات جاءتنا ووصلتنا تعليقا ومشاركة عن موضوع برنامج همزة وصل اليوم، والحديث عن كيفية معالجة الدولة أو الحكومة لأزمة العشوائيات المنتشرة حتى في العاصمة القاهرة. أبدأ بمحمود المصري الذي يشتكي للحكومة المصرية أنه لا يجد المسكن ولا يجد الوظيفة ولا قوت اليوم الذي يستطيع أن يعيل به أسرته الصغيرة. أما عماد عبد الحليم يقول ما فيش رقابة من أجهزة الدولة ولا من المحافظين. قاسم عبد السلام يقول الدولة لابد أن تهتم بالعشوائيات، ونحن نرى العمل الجاد من الحكومة المصرية للحد من العشوائيات المنتشرة في مصر. ناصر حجازي يقول لقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة في ملف العشوائيات، ولقد شاهدنا السيد رئيس الوزراء في أحد المناطق العشوائية وهو يتابع بنفسه عملية التطوير ويشجع منظمات المجتمع المدني على المساهمة، ولقد خصصت الحكومة المصرية جزءا من الضريبة العقارية للتطوير وإنشاء وزارة للتنمية الحضرية، ولم تكتفي الحكومة بتطوير المساكن بل قامت بتوفير الخدمات، وتم عمل برامج تعليم وتدريب على بعض الحرف لقاطني تلك المناطق. عويضة وهو مشارك ومتابع دائم لنا في برنامج همزة وصل بعث يقول بالنسبة المختلفة في مجالات عدة مثل الزراعة والتعمير عدد كبير من الأراضي الصحراوية، أعلن من قبل سيادة الرئيس أنه سوف يتم بدء العمل فيها بعد رمضان، ونحن نتمنى من الله أولا ومن الدولة بأن تتم عملية التنمية في الجمهورية بسرعة كبيرة للقضاء على البطالة وانشغال الناس لكي ينشغل الناس في الفترة القادمة بتنمية البلد بدلا من انشغالهم بالإشاعات والأقاويل الكاذبة التي تسهم بقدر كبير في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر. انتقل بكم مشاهدينا إلى أحمد فؤاد وهو من قرية أولاد نجم يقول لابد من إنشاء عمارات سكنية بدلا للعشوائيات التي تسببت فيها الحكومات السابقة، لأن كل شيء كان حسب الواسطة سواء في الوظيفة أو حتى في توزيع الشقق، وبالتحديد في نجا حمادي الشقق فيها لرجال الأعمال والتجارة، والدليل على ذلك أنها لا تزال حتى الآن ومنذ استلامها مغلقة. مشاهدينا حان الآن موعد تلقي أول جولة من الاتصالات الهاتفية، ولكن مع زميل حسام. لك حسام. شكرا لك إيمان، وشكرا لكل من وفانا برأيه على الفيسبوك وتويتر، ونتمنى منكم التواصل دائما معنا وسماع آرائكم. فكما قلنا هذا البرنامج هو منكم وبكم وإليكم، والمواضيع المهمة التي نطرحها دائما تكون من المواضيع التي تمس الشارع المصري، فدائما نتمنى أن نسمع آرائكم لعلها تصل إلى من يستطيع أن يقدرها، وأن ربما يكون هناك ما نستطيع أن نقدمه، وهذا هو دور إعلامنا الوطني. اسمحوا لي أن أبدأ بتلقي مجموعة من الاتصالات الهاتفية سيكون معي فيها الضيوف التالي: أستاذ دكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني، دكتور مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع، واللواء محمود شرف، مساعد وزير الداخلية الأسبق. وأبدأ مع أستاذ دكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني. سيادة الدكتور، يعني تحياتي لحضرتك. فكرة أوضعنا مبدئيا سريعا في معنى العشوائيات. الحقيقة العشوائيات هي مناطق تمت بدون تخطيط، تمت بتلقائية، يعني الناس في مواجهة أزمة الإسكان الطاحنة اللي بدأت في الناس ما لقتش أراضي مخططة تبني عليها، ما لقتش مساكن كافية، فاتصرفت وهم بنوا لنفسهم بدون تخطيط.
وده يمكن اغلب العمران المصري، احنا لا يقل عن 70-80% من العمران المصري حاليا انشئ بلا تخطيط، سواء كانت قرى او مناطق عشوائيه ظهرت في المدن. العشوائيات بتاعتنا ليست شرا كلها، يعني هي اللي حلت ازمه الاسكان لفتره طويله ووفرت المأوى للناس، لكن الحقيقه فيها مشاكل ضخمه محتاجه تعامل. في حاجات ينفع معاها التعامل السريع زي توفير الخدمات، ان يبقى فيه مستشفيات، ان يبقى فيه مدارس، الكلام ده الحكومه بتقدر تعمله. طبعا عندها مشكله، انا مش لاقي اراضي فاضيه كتير عشان تعمل عليها، انما ده الجزء اللي يمكن حله بشكل عاجل، والاستثمارات اللي بتضخ في العشوائيات دلوقتي بتحلها. لكن الحقيقه ده ما بيحلش كل المشكله. العشوائيات مشكلتها الرئيسيه انها يصعب الوصول اليها، يصعب دخولها، مناطق مكتظه، شوارع عرضها 3-4 متر، احيانا بتلاقي الشارع طوله نص كيلو بعرض 3 متر، يعني لو حصلت حريقه في اخر الشارع مستحيل عربيه مطافي تدخل، صحيح. مستحيل عربيه اسعاف تدخل. فالجزء القاسي في التعامل مع العشوائيات انها لازم تتفتح، لازم يتشق فيها شوارع عشان بقيه المنطقه تعيش، عشان يتشق شارع يعني في ناس هتخسر بيوتها، يعني في تعويضات لازم تدفع، يعني في مبالغ ضخمه وفي مواجهات مع الناس محتاجه ثقه بين الحكومه وبين الاهالي. طبعا الكلام ده ما هوش متوافر قوي. فالحكومه وهي بتحاول تحل مشكله العشوائيات تقدر تخش في الجزء السهل، انها هتوفر خدمات وهتوفر مرافق، هتدخل ميه، هتدخل كهرباء، هتحط مدارس، هتحط مستشفيات، لكن هتبقى المناطق شديده الكثافه مزدحمه ما فيهاش شوارع، هتبقى غير امنه لسكانها لو حصلت اي طارئ، حريقه او طيب مصرحية. يعني دكتور فكره ارتباط دائما العشوائيات بفكره الفقر، يعني انت حضرتك قلت لي ان مش كل العشوائيات فعلا بيبقى فيها يعني مشكله الفقر، بل بالعكس احنا بنشاهد مناطق مكتظه ومرتفعه الكثافه السكانيه ومرتفعه طبعا المستوى طبعا الدخل المادي مثلا زي فيصل والهرم، وفيها كل المواصفات اللي حضرتك بتقول عليها. ايوه العشوائيات هي مجتمع مصر بكل مستوياته، فيها اثرياء وفيها متوسطين وفيها فقراء ومعدمين، فيها كل مستويات، فيها نشاط الورش والمصانع والمحلات التجاريه. لا هي مش منطقه للفقراء فقط، هي منطقه للناس اللي نشات بعيدا عن الحكومه، اللي معتمده على اقتصاد لا رسمي. لاحظ ان برضه 3/4 اقتصاد مصر اقتصاد لا رسمي. صحيح. فما نقدرش نقول ان هم فقراء تماما، في جزء كبير من تطوير المناطق هم بيدفعوا تكلفته، هم بيبقوا مرحبين ان هم يتحملوا التكلفه. طيب دكتور اسمح لي ابقى معي واذهب لدكتور مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع. دكتور مجدي، يعني ناخذ الشق الاكاديمي من يعني فكره العشوائيات وتاثيرها على الحياه المصريين وما اثرت عليه في السنين الماضيه وما اخرجت وافرزت من اشكال جديده للشخصيه المصريه في رايك. بطبيعة الأمر طبعا، يعني أنا سمعت الكلام اللي قاله الدكتور الزميل. أنا أعتقد أن العشوائيات مصر يعني فعلا كلها تقريبا عشوائيات. صحيح. العوامل الأساسية اللي أدت إلى نشأة هذه المناطق التي تمت بدون تخطيط، وهو ده مفهوم العشوائيات بشكل عام، هنجد أن معظم المناطق في مصر تمت بدون تخطيط، حتى الدولة لم تعمل مجتمعات عمرانية جديدة، كثير منها من هذه المسائل بتصبح عشوائيات أيضا. وبالتالي معنى العشوائيات ليس هو فقط أنه خرق القانون واللجوء إلى مناطق معينة لسد حاجة الناس إلى السكان، وإنما هو استغلال بشكل أساسي النظام في المجتمع المصري. في ظل السنوات السابقة كان في فساد ممنهج بشكل أساسي، وبالتالي كان في نوع من التغاضي عن هذه المناطق التي تنشأ بشكل عشوائي وبدون أي نوع من التخطيط من جانب الدولة، أو أن التخطيط من جانب الدولة يعني يتحايلوا عليه بشكل أساسي ويتركوا لهذه المسألة. فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا. النقطة الثانية أن فعلا أن مسألة العشوائيات ليست هي الفقراء فقط، وإنما المناطق الفقيرة التي نشأت فيها العشوائيات بشكل عام يجب أن تعالج بشكل آخر مختلف عن المناطق العشوائية التي سمحت الحكومة بإنشائها أو بتقديم خدمات لها. المسألة ليست تقديم خدمات فقط، وإنما أنا أعتقد أن من الأفضل، لأنه زي ما بنشوف وزي ما سمعنا أنه هذه المناطق العشوائية ليست فقط فيها نوع من قلة الخدمات، وإنما أيضا لا تستطيع الدخول إلى هذه المناطق مناطق موبوءة، وبالتالي خطرها كبير جدا على المجتمع، لانها
قنابل موقوتة بشكل عام ينشأ فيها الإرهاب وينشأ فيها صناعة الأسلحة. وهي دي دائما اللي بيتحط عليه دائما حواليها دائرة حمراء وبيقال عنها العشوائيات بشكل عام. طبعا احنا حضرتك اتكلمت عن مفهوم العشوائيات بشكل موسع اللي هي في مصر كله، لكن احنا بنتكلم بقى على الدوائر الصغيرة دي اللي بتهدد الحياة الاجتماعية والأمن وغيره. هذه الدوائر يجب إلغائها إلغاء تام. المسألة ان انا اقول ان انا ادخل الكهرباء وادخل الخدمات وادخل مش عارف ايه ولا أستطيع أن أصل إليها، سوف تتحول إلى مناطق يعني موبوءة بشكل أساسي وقنابل موقوتة للإرهاب وللمخدرات بشكل أساسي. تمام، وده هينقلنا للشق الأمني. اسمح لي دكتور مجدي حجازي، ابقى معي وأذهب للواء محمود شرف مساعد وزير الداخلية الأسبق. يعني سيادة اللواء تحياتي لحضرتك، كما كنت تسمع من بداية الحوار فكرة تحول المناطق العشوائية، نحن لا نتكلم عن العشوائية في البناء فقط ولكن نتكلم عن المناطق التي أصبحت مناطق موبوءة ومناطق مصدرة للإرهاب وللبلطجة وللمخدرات وللكثير والكثير من الأمراض المجتمعية. في رأيك الحل الأمني كيف سيتم التعامل مع مثل هذه الدوائر؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانت طيب والاخوه الضيوف الاعزاء. يمكن لمسوا جانب كبير من المشكله بتاعت العشوائيات. العشوائيات برغم ان فيها فعلا الاخوه الافاضل كم كبير من المثقفين، خلي بال حضرتك يعني مش كلها حكايه ارهاب وهزلا، ده فيها كم من المثقفين، كم من الاغنياء، كم من المستويات المختلفه. انما احنا المشكله فعلا كيفيه الوصول ليها، وغير ان كيفيه الوصول ليها ازاي تمر جواها، شوارع كلها ضيقه، غير ان المستوى الثقافي في الغالبيه انما فيها ناس كويسين جدا، انما في مستوى ثقافي يكاد يكون منعدم. بنعلم بعض اننا نسيب المدرسه، اننا ما نتعلمش، اننا ما نمتهنش مهنه. ما انت سبت المدرسه، طب في مهنه اتعلمتها؟ لا. طب ايه اسرع وسيله لكسب المال؟ ان انا اقدر ابدا بقى اسرق اشتغل في موضوعات كثيره جدا عشان احقق منها دخل، مخالفه للدين، مخالفه للقانون، مخالفه لاي حاجه. مستوى الثقافي نفسه هو ده المشكله عندنا. وازاي يعني احنا النهارده عندك لو عشان يبقى في متهم او في جريمه معينه وفي بعض الجرائم كتيره وفي بعض المصانع التي تدار يعني بالمخالف في ممنوعات وفي تجاره ممنوعه، عشان اروح اظبطها انت حضرتك الضابط بيعاني والاسم بيعاني عشان من اول الطريق، من اول ما يخش تيجي بص تلاقي مثلا اشاره معينه يلاقوا بعض بيها ان الحكومه جت، خلاص كل حاجه بتختفي، لا هتلاقي متهم ولا تلاقي مظبوطات ولا تلاقي اي حاجه. وقد يحدث كمان تعدي عليك، لان في بعض الاماكن نظام المباني بتاعتها تيجي بص تلاقي مثلا يتحدف عليك طوب من فوق، يتحدف عليك حاجات من فوق، طب تخش لها ازاي؟ مشكله كبيره لابد ان الدوله يعني تهتم بيها. بالنسبه للمرافق عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني اغلب المناطق عشوائيه من المرافق موجوده فيها، فعلا الدوله وصلت لها مرافق، الاحياء وصلت لها مرافق، فيها ميه وفيها نور وفيها مجاري وفيها كل حاجه. انما المستوى الثقافي اللي لابد اننا نهتم بيه واننا فعلا نهتم بالناس دي، نفتح شوارع ان انا اقدر اوصل لها، ان انا اقدر اتعامل مع الناس فيها، القوافل بتاعه اللي طيب مفهوم الناس اللي هناك ده والفكر ده. بعض المناطق يا سيد الفاضل عندهم المثل شعبي كارج جدا، يقول لك ليه فقلك في غيرك ايه؟ يعني وصلنا لمرحله زي ما قال الاخوه الافاضل الاساتذه الاجلاء، فعلا لابد من الاهتمام العاجل والسريع، اللي احنا تاخرنا في اننا نبص على العشوائيات. تمام، ودي نقطة مهمة جدا هتنقلنا للأستاذ للدكتور عباس الزعفراني. سيادة اللواء ابقى معي أرجوك. دكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني، أعود لك مرة أخرى، يعني في رأي حضرتك كيف نقوم بحل هذه المشكلة؟ هناك كثير وكثير من الحلول التي طرحت على مدار السنوات السابقة، بل ومن المؤكد أننا نحتاج إلى حل جذري وجريء. طيب هقول بسرعة عشان وقت السادة المشاهدين. الخطوة الأولى هي وقف نمو العشوائيات وظهور عشوائيات جديدة. لازم يبقى في عندنا سياسات اسكان ومناطق مخططه جديده تستوعب الناس اللي عايزه تسكن في العشوائيات، عايزه تسكن وتشتغل وتعيش. لازم نوصل لها مناطق عشان ما يبقاش في عشوائيات موجوده، لان ما ينفعش ان انا اصلح منطقه عشوائيه في الوقت اللي ظهر فيه 10 مناطق تانيين جداد. صحيح. فالحل الاولاني وقف النمو. هو احنا نصلح ولا نشيل المنطقه كلها؟ لا، نشيل المنطقه كلها، ده في مناطق قليله جدا اللي هي في خطوره داهمه او في خطوره باهمه على السكان، او المنطقه بتمثل خطر على الاخرين بشكل كبير.
لكن المناطق العشوائية ثروة عقارية ضخمة، ثروة بشرية يجب الاستفادة منها وتحسينها مش التخلص منها. هل انت بتكلم على مليارات او مئات المليارات من الجنيهات هتترمي لو احنا قررنا نهدها ونبني مكان؟ ما عندناش الرفاهية دي. النقطة الثانية ان احنا لازم نعمل خطة سريعة لتخطيط العشوائيات وتحديد الشوارع اللي هتتفتح فيها عشان المشاكل الأمنية وعشان الظروف البيئية كمان، والناس تقدر تعيش حياة تليق بالآدميين. فلازم يتعمل لها مخططات بسرعة. الشارع بيتفتح بخطين على الخريطة في الأول، يمكن أن ينفذ مع الوقت بخط تنظيم أن كل مبنى يقع ما يتبنيش تاني في المنطقة اللي فيها الشارع دي اللي بتحتاج 40-50 سنة، والعشوائيات مشكلة ظهرت 50 سنة مش هتتحل في أقل من 50 سنة، ما تتحلش في يوم. صحيح. فالسهل والرخيص أن احنا نعمل المخططات بجدية ونحدد الشوارع اللي هتتفتح والمناطق اللي هتعمل فيها مدارس ومستشفيات والكلام ده على المدى الطويل، ونسيب الزمن يحل المشاكل. الجزء العاجل اللي محتاج ان احنا نعمل كذا مشروع ريادي، 4-5 مناطق نخش فيها، ان احنا ندفع مبالغ للناس عشان تعويضات عشان فتح الشوارع فعليا. الشارع لما بيتفتح بينشأ حواليه خدمات تجارية وعيادات الى اخره، ممكن تجيب عائد يغطي تكلفة التعويضات. يعني لازم نخش في اكثر من منطقة نكتسب ثقة الناس ان يا جماعة انتوا هتسيبوا بيوتكم وهتاخدوا مبالغ تكفي انكم تكونوا في بيوت. طيب. احسن منها. دكتور، الخطط اللي حضرتك بتقول عليها دي محتاجة ايه من الحكومة؟ يعني هل محتاجة فكر جديد، التفكير خارج الصندوق؟ يعني طبعا انا اللي بكلم حضرتك عليه ده تفكير مختلف عن التفكير المعتاد في الحكومة، انها بتخاف انها تخش في مواجهة من الناس لانها مش حاسة بثقة. العشوائيات ظهرت في عهد الدولة الرخوة. لو احنا عندنا دولة حقيقية ودولة قوية ومتماسكة لازم تواجه المشكلة وتكتسب ثقة الناس. هتكتسب ثقة الناس الأول بالفلوس. إن اللي هيتخلي من مكانه لازم ياخد مقدم فلوس تكفيه إنه يعيش في مكان أحسن بكتير من اللي كان عايش فيه. صحيح. وتتفتح الشوارع والناس تشوف نتيجة إن المنطقة اتطورت، بعد كده المناطق التانية هتتسابق إن تعمل مشروعات. تمام دكتور، يعني اتمنى ان كلام حضرتك يوصل للحكومه ونبدا نفكر خارج الصندوق. دكتور عباس الزعفران استاذ تخطيط العمران، انا بشكر حضرتك وانتقل مره اخرى لدكتور مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع. يعني الدكتور حضرتك سمعت استاذ التخطيط العمراني يقول ان الحل محتاج لخمسين سنه، في رايك ك يعني دكتور العلم الاجتماع الحلول المادية ليست هي فقط الحلول، نحن بحاجة إلى حلول أيضا بشرية. بالضبط كده. طبعا هو المفروض أن احنا نهتم بالإنسان كتنمية بشرية بشكل عام. على فكرة أنا ما كنت مستشار في المغرب هالني أنه المغرب عاملة وزارة مخصوصة مش للعشوائيات وإنما وزارة للحرف اليدوية، واعتقد ان مصر من عندها امكانيات رهيبه جدا في انها تستطيع انها تنشئ حرف يدويه تستطيع يعني تصدرها للخارج بشكل كبير جدا. دكتور، احنا اصلا اساس الحرف اليدويه. نعم، احنا اصلا اساس الحرف اليدويه. بالظبط كده. فبالتالي انا بنستورد من الصين. بالظبط كده. فبالتالي احنا يجب ان احنا فعلا نهتم بانشاء وزاره للحرف اليدويه وتستطيع انها تجمع ما بين الناس اللي هم في العشوائيات وعندهم امكانات. انت تروح البساتين حضرتك تلاقي في ابداعات، تروح في عبدين في داخل الازقه تجد ابداعات، سواء في الموبيليا سواء في النحت سواء في اشكال. طيب. كثيره جدا. دكتور، دائما المصريين عندهم يعني حب غريب للمكان اللي اتولدوا فيه واللي عاشوا فيه، فتلاقي اغلبيه الناس اللي بتولد مثلا في عبدين يحب يفضل في عبدين ويتجوز في عبدين واولاده، يعني ده نحلها ازاي؟ ما احنا عايزين نبدا الثقافه دي اتغيرت الى حد كبير جدا مع التحديث ومع التطور. انت بتلاقي الناس دلوقتي بتهرب من هذه المساله بشكل كبير جدا، لانه العمليه اصبحت يعني غير ممكنه في ان انت تستطيع ان انت تمشي في هذه الشوارع الا اذا كانت لك يعني اهداف اخرى او اعمال اخرى غير شرعيه. تمام. الدوله الرخوه زي ما قال الدكتور الحقيقه هي السبب الاساسي في هذه المساله. انا اعتقد ان عمليه التخطيط لابد ان تتم في ضوء عده عناصر اساسيه. الاهتمام بالإنسان بالبشر بشكل أساسي كي يصبح إنسان منتج بشكل حقيقي، ودول أقدر أخذهم من أبناء العشوائيات بشكل عام.
عندنا نموذج مجتمع الألمونيوم اللي هو خدوا الناس كلها وسكنوهم في هذه المسائل في نجا حمادي. في نجا حمادي، وبالتالي هذه المسألة هي الحل الأساسي لهذه المسألة. أنا ضد فكرة إن أنا أقول إنه العشوائيات التقليدية أسيبها زي ما هي وإن ده هيكلفني، لا هتكلفني أكتر لو أنا قعدت بعد 20 سنة تنين وأسيب هذه المنطقة. إحنا دلوقتي مش عارفين نحلها، إن أنا بعد كده يبقى من المستحيل إن إحنا نحلها. بالضبط كده. إذن في هناك في بعض المناطق يمكن حل فيها المشكلة آنية، لكن لابد التخطيط للمستقبل أن تكون هذه المناطق يجب أن تختفي بشكل أساسي، خاصة في وأكثر من 1000 يعني منطقة عشوائية. هذه صحيح. المسألة غير طبيعية بشكل عام. بشكر حضرتك. تركيا على فكرة حلت مشكلة العشوائيات في سنة، تركيا اللي احنا بنقول عليها. دكتور اسمح لي لان احنا لازم نطلع حالا لبث خارجي في الحكم النطق بالحكم في قضية المتحرشين، ونعود نستكمل مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا كنا في جنيات جنوب القاهرة، وكان هذا هو حكم القاضي على المتحرشين بالسيدة في ميدان التحرير. نتمنى من الله أن يكون هذا الحكم رادع لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا العمل الشائن. مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم حلقة اليوم من همزة وصل، وكنا نتحدث فيها عن العشوائيات، وطبعا كما شاهدنا هذا الحكم دليل على ما تؤثر به العشوائيات على البشر، وعلى يعني التأثير الثقافي والتأثير الديني في بسبب العشوائيات. اسمحوا لي أن أتلقى مجموعة من تعليقاتكم على الفيسبوك وتويتر عن طريق زميلتي إيمان الشيخ. إليك إيمان. نعم حسام، لا تزال التعليقات والمشاركات تتواتر إلينا على صفحتين على الفيسبوك وتويتر الخاصتين ببرنامج همزة وصل، وأبدأ معك ومع مشاهدينا الآن في استعراض أحدث التعليقات التي وردت إلينا. حازم أنور يقول: الدولة بدأت بالفعل في التحرك والعمل على تطوير بعض المناطق العشوائية، وقد ظهر ذلك جليا في تحركات السيد رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين من خلال زيارات الميدانية، ولكن نحن نحتاج جهدا أكبر لنتمكن من تطوير هذه المناطق. أنتقل إلى منصور خفاجي الذي يقول: إذا وفرت الحكومة كان العشوائيات فإنها ستلاقي رد فعل إيجابي من سكان العشوائيات، لأنهم غير راضين عن معيشتهم لكنهم مضطرين إليها. حاتم عبد الودود يقول: فكرة تطوير المناطق العشوائية وتخصيص جزء من الضريبة العقارية خطوة على الطريق الصحيح في الاهتمام بحياة المواطن البسيط ومعيشته. حسن ابن النيل يقول: هو مؤسس حركة تمرد بأسيوط ومنسق التيار الناصري بعث يقول: من الأولوية للحكومة المصرية أن تهتم بتطوير العشوائيات، ومن أهم الإنجازات تشكيل وزارة للعشوائيات، فنحن نرى واقعا ملموسا للعمل الجاد في تطوير هذه المناطق، ونرجو التعامل السريع لحل هذه الأزمة وسرعة توصيل المرافق إلى هذه المناطق حتى يشعر سكان العشوائيات بعمل إيجابي من الحكومة. أحمد رجب يقول أو يقترح حل بسيط لمعالجة أزمة العشوائيات، وهو إزالتها تماما حتى نجعل من العاصمة شيئا حضاري نفتخر به. مشاهدينا نتحول مرة أخرى إلى زميل حسام، واستكمالا لبرنامج همزة وصل إليك حسام. شكرا لك إيمان، وشكرا لكل من يعني أدلى برأيه على هذا الموضوع المهم، إذا كان على الفيسبوك أو تويتر. وكما قلت، هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، أتمنى منكم التواصل لسماع آرائكم في هذه المواضيع التي تهم جميع المصريين. وأعود مرة أخرى لاستقبال مجموعة من الاتصالات الهاتفية وسماع آراء بعض المختصين في هذه القضية المهمة التي تؤثر على حياة المصريين جميعا، وسيكون ضيوفي في هذه الفقرة الأستاذ خضري أبو حسين محافظ حلوان السابق، دكتور محمد ندى أستاذ التخطيط العمراني، وأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير الأحرار. أبدأ مع أستاذ خضري أبو حسين محافظ حلوان السابق. تحياتي سيادة المحافظ. يعني فكرة العشوائيات حلوان
ربما من المدن التي تعتبر جديدة نسبيا بالنسبة للقاهرة، فكرة العشوائيات وكيف كنت تتعامل مع هذه المشكلة وقتما كنت محافظ لحلوان؟ الحقيقة أنا بحي حضرتك وحي تحياتنا البرنامج لك. لأنه الموضوع في غاية الأهمية ولا يحتمل الانتظار أكثر، وكما يقال ولقد قتل بحثا وكثرت فيه الرؤى والأراء. يبقى أن نلج المشكلة، أن ندخل على المشكلة، أن نتعامل معها، أن نبدأ في الحل. جنوب القاهرة، أنا كنت نائب المحافظ جنوب القاهرة في الفترة من 96 لغاية حوالي 5 سنوات. تمام. وأنا الحقيقة تصديت لموضوع العشوائيات لإحساسي بأهميته وإحساسي إن تركه بهذا الوضع بيتزايد، وده ورم سرطاني لا يمكن احتماله. كانت في تجربة ومبادرة، وأنا حاجة ما بحبش أتكلم على اللي عملت كذا. اسمح لي قبل ما نبدأ في التجربة والمبادرة، لكن هقول لحضرتك، هقول بس حضرتك. طب اتفضل. إنه يعني احنا هنا كان منطقة عشوائية بكل ما تحمله كلمة عشوائية من معاني مدني وحياة اجتماعية، تم التعامل معها ولم تكن في خطة وبرامج المحافظة، لكن الاقتناع بان احنا عندنا مشكلة لابد ان نتصدى لحديثا. تحت امرك، تفضل. طيب انا كنت هسأل حضرتك، بما انك كنت في الجهاز الاداري للدولة، فكرة او السبب الرئيسي لنشوء العشوائيات. حضرتك بس سريعا يا فندم. السبب الرئيسي اولا حركة الحياة، حركة السكن بتسبق التخطيط العام والتفصيلي. في فترة من الفترات كان في القاهرة كلها حوالي 17 حي فقط اللي هم عندهم تخطيط عام وتخطيط تفصيلي جزئي، معنى هذا ان الناس هتبني على غير تخطيط، هتبني عشوائي. الامر الثاني بالغ الأهمية ان معظم العشوائيات بتنشا على الارض املاك دولة. تمام. مهملة. يعني لما تكون ملكية خاصة، وضع يد يعني. وضع يد على الأراضي ملكية الدولة مهدرة. يا أراضي أسار، يا أراضي سكة حديد. لا يعني حدوش كده. يعني في الأساس هي كلها فكرة المخالفة للدولة. أنا بشكر حضرتك أستاذ خضر أبو حسين محافظ حلوان السابق، وأنتقل لدكتور محمد ندى أستاذ التخطيط العمراني. دكتور محمد، يعني تحياتي لحضرتك. فكرة يعني انتشرت على الفيسبوك بعض الصور مقارنة مثلا بين مدينة نيويورك ومدينة القاهرة في التخطيط العمراني. طبعا لمدينة نيويورك بتجد أن المدن أو العمارات في شكل شبكة، في شكل القاهرة شكل عشوائي. أيوه أستاذ دكتور محمد، حضرتك سامعني؟ أيوه فندم. يعني كنت بسأل حضرتك، يعني فكرة التخطيط يعني وتأثيرها على الحياة، والمقارنة مثلا بين مدينة زي نيويورك عمارتها لما بتشوفها من الجو بتلاقيها عاملة زي الشبكة، لكن القاهرة بتبقى أشكال عشوائية. هو يعني احتمال حضرتك يعني كأراء شخصية، في دراسات اتعملت أكثر من دراسة، ويمكن فعلا لما حضرتك تبص على القاهرة كأنه تصوير جوي من أعلى، فبتلاقي إن في مناطق كتيرة يمكن قد تصل إلى يعني 75% يمكن من المناطق العمرانية في بعض الدراسات بتقول إن هي تعتبر عشوائية. فمن تعريف العشوائيات أيوة. هي التخطيط أو الإنشاءات أو الإسكان الغير مخطط، وقد يكون نسبة منه غير آمنة، وقد تكون نسبة مش يعني مشكلتها إن هي تم بناءها بأسلوب لا يعتمد على التخطيط سواء من طيب. جهة دكتور بقى في النقطة ديت، يعني حضرتك خريج في فرع في هندسة، ويمكن في كلية مخصوصة للتخطيط العمراني، وبتخرج كل سنة مئات تمام. المهندسين أين يذهبون؟ تمام. يعني هما يعني حضرتك الـ 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 يعني مش كل الخريجين بيبقوا مسؤولين، ومش كلهم ممكن بيبقوا هم في موقع اتخاذ القرار. بس يعني دي كلية بتطلع حاجة تخصص محدد بيشتغل في مجال محدد وهو التخطيط العمراني، يعني بيشتغل أساسا في الحكومة وفي المحافظات وغيره. ما هو حضرتك مشكلة العشوائيات ليست يعني ممكن ترجع من أيام يمكن الستينات، كان ده الإحساس القوي بظهورها في مصر، وبدأت تنمو في السبعينات والثمانينات كمان. وزي حضرتك برضو بدأت تعمل زي تحليل بسيط كده للعشوائيات، هتلاقي ان تقريبا يمكن 93% من المناطق العشوائية مبنية على الأراضي الزراعية.
ودي طبعا مشكله امن قومي. يعني اذا حضرتك يعني تطرقنا للموضوع اكثر من كده ونتيجة ان هي بتبنت على اراضي زراعية، فبالتالي نتيجة يعني بتبنت بشكل مخالف يعني، فطبعا فمش هتطلع بشكل مظبوط، واخدت شكل التخطيط الزراعي يعني بقى تتحول الى المسائي، تتحول الى شوارع، والفرع تتحول او القناه الرئيسيه تتحول الى الشارع الرئيسي. فبالتالي انا بشكر حضرتك دكتور محمد ندى استاذ التخطيط العمراني، واذهب لاستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير الاحرار. استاذ كمال، يعني بما ان حضرتك متابع لمجلس الوزراء واخبار مجلس الوزراء، هذه القضيه مطروحه على اجنده الحكومات المتعاقبه منذ الستينات، ماذا ستقوم الحكومة أو ماذا لديك من أخبار عن مخططات الحكومة، حكومة المهندس إبراهيم محلب وهو أساسا كان مهندس للتخطيط العمراني أو وزير لهذه الوزارة، كيف ستتصدى لمثل هذه المشكلة؟ أولا طبعا زي ما حضرتك أشرت، موضوع العشوائيات موضوع قديم على مدى حكومات متعاقبة، يمكن أنا على مدى حوالي 20 سنة بتابع مجلس الوزراء هذا الموضوع دائما مطروح، لكن المشكلة أن مع تغير حكومات ما بتكتملش الخطط. أعتقد أن مع إنشاء وزارة لتطوير العشوائيات، وطبعا أعتقد أن هذه الحكومة هذه المرة تحاول وضع خطط مستمرة لا ترتبط بهذه الحكومة، إنما هيكون يعني في خطة فعلا لمعالجة هذه المشكلة، وهذه الوزارة ستستمر ولن تنهي عملها إلا بعد الانتهاء من تطوير جميع العشوائيات. الحقيقة العشوائيات نحن نتكلم عن العشوائيات يعني ده مفهوم واسع، إنما الحكومة هتبدأ بالمناطق اللي تمثل خطر على سكنيها زي المناطق في الضغط العالي أو المناطق القائلة للسقوط. أعتقد إن دي هيكون حلها إن دي يتم نقل السكان لمناطق أخرى، لكن ده يتوفر أو يتطلب توفر مساكن بديلة في مناطق من الممكن أن تعالج وسكانها موجودين فيها اللي متمثلش خطر على حياتهم أو متمثلش يعني مشاكل خاصة بالأمن. فدي أعتقد إن هي تستمر وهيتم التطوير. الحكومة يعني كان في اجتماع من كم يوم وتم استعراض تم تطويره حتى الآن، حتى الآن تم تطوير 58 مقطع عشوائية. الحكومة وضع خطة إن هي حتى نهاية العام المقبل أصور 75 مقطع أخرى من خلال وزارة تطوير العشوائيات. صندوق 30-6-30-6 بيساهم في هذا الموضوع، واخد 10 قرى في صعيد مصر بيطورها. في كان زيارة الرئيس وزراء منذ أيام لمنطقة العسال وورشة سمعان وجرت الشبرة، ودي من أقدم المناطق العشوائية، وكان فيه قرار أن تم تخصيص 61 مليون جنيه لتطوير هذه المناطق. إنما يعني كل ده يعني كان يعني هيتم جمعه في إطار خطة معينة. وأيضا في معلومة مهمة أن الحكومة الضريبة العقارية الحكومة خصصت 25% منها لتطوير العشوائيات. كل ده جهد هتنظم وزارة تطوير العشوائيات، لكن حتى الآن هذه الوزارة يعني دورها لم يحدد بقرار وزاري بعد فيه يعني. ونحن أكيد في انتظار أخبار هذه الوزارة اللي ربما تنقل هذه النقطة المهمة وهذه القضية المهمة إلى النور وبدأ العمل بها. بشكر أستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير الأحرار، وأيضا دكتور محمد ندى أستاذ التخطيط العمراني، وأستاذ قدري أبو حسين محافظ حلوان السابق. ومشاهدينا الكرام، يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المهمة التي كنا نتحدث فيها عن العشوائيات وتأثيرها على الحياة في مصر. نتمنى أن نكون قد وصلنا ما استطعنا أو الآراء التي وصلتنا منكم، فدائما آراءكم هذه القناة دائما قناة للتواصل معكم. اسمحوا لي قبل أن أنهي الحلقة أطرح عليكم سؤال حلقة الغد من همزة وصل، وسيكون كالتالي: ما رأيك في قرار الحكومة رفع عدد المقيدين بالبطاقات التموينية من 4 أفراد إلى 7 أفراد؟ هذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل. دائما هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، ونتمنى منكم دائما المتابعة والمشاركة في بآرائكم، وإلى اللقاء.